يقوم الصبح بلا صلاة، فرحان مشط راسه بغى المدرسة بلا صلاة، وش فيها من فائدة فيك؟ فاكر نفسك أنك لما تجي وتتعلم وترجع من المدرسة بلا صلاة أنك رجال؟ حتى المرأة أحسن منك إذا صلت، ما في رجولة. لا تعتقد أنك رجال بهذا، لا رجال بكثر الشعر ولا رجال بالنسب ولا بالحسب، أنت رجل بأعمالك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم أتقاكم، ما في كرامة لأي إنسان إلا بالدين. ما في كرامة بشهادة، لا كرامة بمظهر، لا كرامة بجوهر، لا كرامة بنسب، لا كرامة بحسب، لا كرامة بقبيلة، لا كرامة بشهادة. هذا كلام عند الكافر إذا عز نفسه بشهادته. نحن نعتز بالشهادة مع الطاعة، نعتز بالنسب مع الطاعة، نعتز بالقبيلة مع الطاعة. يصبح الأصل طاعة الله في هذا العالم، ثم كن من تكون. لو تكون من غير نسب وانت متقي أحسن الناس، ما لك نسب عند الناس لكنك طائع لله أنت أفضل الناس.